يا هلا فيكم في ترند. رصدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل أسماء صحف محلية وتنشر أخبار مزيفة وتتضمن روابط خبيثة قد يؤدي الضغط عليها إلى اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة. من جانبه دعا مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة والتي تعتمد نشر أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف أيضاً إلى إثارة البلبلة والمساس بالنسيج الاجتماعي، مهيباً بالمواطنين والمقيمين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر والحرص دائماً على استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وفي خبر مشابه، تعرضت حسابات رسمية على موقع تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة وكبريات الشركات الأمريكية مثل أبل وأوبر لعملية قرصنة ضخمة تمكن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة بيتكوين رقمية مع وعد بمضاعفتها. وأعلن تويتر أنه فتح تحقيق في عملية القرصنة الضخمة التي تعرض لها الموقع خلال الساعات الماضية وتسببت في حالة إرباك لدى ملايين المستخدمين. عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في الإنستغرام، دعت الإدارة العامة للمرور السائقين إلى الالتزام بفحص الإطارات للتأكد من سلامتها خاصة في فصل الصيف، وذلك حفاظاً على سلامتنا وسلامة المركبة. نتابع. يعد الحفاظ على هيكل وأجزاء المركبة وصيانتها بشكل دوري منتظم من أهم عناصر الوقاية من الأعطال المسببة للحوادث ومفاجأة الطريق خاصة في فصل الصيف. تشكل الإطارات عنصر سلامة مهم، يجب الحرص على متابعة سلامتها، ومن أهم النصائح التأكد من ضغط الهواء وسلامة الإطارات قبل القيادة، ملائمة الإطار للأجواء المناخية، عدم زيادة الضغط على الإطارات نتيجة الحمولة الزائدة، التأكد من صلاحية الإطارات واستبدالها بالوقت المحدد. ننصح بتعبئة الإطارات بغاز النيتروجين لعدم تمدده داخل الإطار وملائمته للأجواء الحارة. الإطارات الرملية والمعروفة بمصطلح إطارات البالون غير آمنة على الطريق وممنوعة وفقا للقانون. والإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للجميع. عبر الاتصال المرئي، يقدم الفريق الطبي المعالج لمرضى السكري في مستشفى الملك حمد الجامعي سلسلة من الدورات التوعوية بعنوان حياتك والسكري، وذلك بمشاركة 28 شخص من مصابي السكري من النوع الأول والثاني، بالإضافة إلى عدد من المهتمين ممن لديهم أقرباء مصابين بالسكري. وتهدف هذه الدورات التوعوية إلى زيادة الوعي لدى المرضى وذويهم والتواصل معهم، وذلك لأهمية الشراكة العلاجية بين الفريق المعالج والمرضى ولتحقيق الأهداف العلاجية المنشودة. أم حاتم سيدة أردنية لقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأم المثالية من عقب ما أنهت 48 شهر وهي ترافق ولدها الضريع يحيى إلى الجامعة الأردنية في حافلات النقل العام، إلى أن حصل على درجة الماجستير في الحديث النبوي من كلية الشريعة حاصلاً على تقدير جيد جداً. وكانت أم حاتم تسجل لولدها المحاضرات وتكتب عنها الامتحانات وتأخذ إلى المكتبة وتقرأ له من المراجع وتقعد معاه يومين في كل أسبوع من الساعة 4 إلى الساعة 7 وترافقه في رحلة المواصلات وتمشي معاه كيلومترين تقريبا على الأقدام حتى تحصل على وسيلة نقل. ومنه إلى أم حاتم وكل أمهات الدنيا تحية تقدير وإجلال. وبكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع أهلكم وأحبابكم. مع السلامة.